مساء الخير على كل السادة المشاهدين في داخل مصر وخارج مصر. معاكم النهاردة في حلقة جديدة من مطبخ نميسة والتكات والابتكارات الحديثة إن شاء الله بإذن الله، والأكلات القديمة والجديدة، وبننوع مع بعض وبنعمل حاجات حلوة مفيدة. وبما إننا بقى قاعدين في البيت، في ناس كتير قوي قاعدة في البيت فبتجوع بالليل كده، يعني أكلة سريعة خفيفة، والحظر برضو والمحلات، فقلت اجيب لك كده حاجه اسمها فطيره الزبادي، واعمل لك بعدها فطير برضو بقى شرقي، وننوع ونشكل ان شاء الله باذن الله. وهبدا دلوقتي بفطيره الزبادي حالا، ان شاء الله باذن الله تعجب حضراتكم جدا، لانها سهله ومش مكلفه وبسيطه، واي واحده تقدر تعملها. انت ممكن تعمليها احلى من لقمه القاضي. لقمه القاضي عايزه تكات وحركات، دي سهله اسهل منها. ممكن تقطعيها صغيره، تقطعيها كبيره، تقطعيها مستطيله، تقطعيها كل اللي يعجبك. تمام، واستاذ محمد هينزل لنا المقادير حالا، بس اشوف حاجه كده في الفرن، حاجه احطها في الفرن. اوه ده احمرت جامد، بسم الله. الفرن شغال على عالي وانا ما خدتش بالي، شوف احمرت جامد ازاي. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم، احمرت جامد جامد يعني جامد، بسم الله. اهدي الفرن بتاعي شويه، بس شغال على 250، انزل درجه الحراره شويه. اوكي، دي بقى احمرت قوي، مش مشكله، هنعمل غيرها دلوقتي. وانا عامله واحده تانية برضو، بصي دي ظهرها بس جميله برضو، حلوه حلوه جميله ان شاء الله باذن الله. بس مش هبدا بده، انا هبدا معاكي بفطيره الزبادي اللي هي عباره عن كوبايتين دقيق، عليهم 2 بيضه، عليهم معلقه بيكنج باودر، عليهم معلقه كبيره سكر، عليهم رشه ملح، عليهم علبه زبادي. نعجن بقى ايه؟ بميه، بلبن، حسب امكانيات حضرتك، ونقليها في زيت، وهيبقى شكلها حلو جدا. والتقديم بنحط عليها سكر بودره او عسل نحل حسب مقدرتك. انا النهارده عامله عسل بطريقه اقتصاديه برضو، هوري حضرتك مش هتفرق ايه من اللي انت بتشتريه من المحلات. هو بقول لك عسل لا، بس هو معمول بالطريقه دي، وان شاء الله باذن الله في مره كده هعمل لك العسل قدامك على الهوا كده زي العسل اللي بتشتريه من بره. هوريه لك دلوقتي وانا بحطه على الفطير، ان شاء الله مش هتفرقيه عن اللي بتجيبيه من بره. ومعلقتين ايه؟ معلقتين زبده في قلب العجين. اوكي، هحط بس الزبده تدفى هنا جنب البوتاجاز بتاعي كده تتدفى شويه. وهقول ايه تاني المقادير تاني والمكونات تاني. كوبايتين دقيق، تمام، وادي كوبايتين الدقيق اهم، عليهم ايه؟ ادي البطين، 2 بيضه، بسم الله، ادي واحد، ادي 2، بسم الله الرحمن الرحيم. وادي علبه الزبادي اهي، علبة الزبادي بتاعتنا، علبة زبادي عادية من اللي انت بتجيبيها تاكليها، يعني مش كوباية، علبة. تمام، هشيل الطبق بتاعي، وادي رشة الملح، لازم تحطي لها رشة ملح، لازم تحطي لها رشة ملح، يعني ما تقوليش لا هكتفي كده، لا لازم تحطي لها رشة ملح. هجيب بس ايه، تعالى يا ابني انت اللي دخلك جوه كده. وادي معلقة السكر الكبيرة اللي هي هتحمرها لي وتخليها لي شكلها حلو. سكر بودره بقى، انا عاملاها كلها سكر بودره ببعضها، عشان ان شاء الله باذن الله هعملها دلوقتي، وهي هي نفس العجينه اللي انا هستخدمها على الهوا، هي هي نفس العجينه اللي تبقى قدام حضرتك ان شاء الله باذن الله. اقلب بس البيض كده واجيب الزبده بتاعتي، يا رب تكون فكت شويه بس عشان الجو هنا ايه جامد. ادي المعلقه كده، يبقى احنا حطينا هنا ايه في العلبه دي ايه؟ كوبايتين دقيق، ادي معلقه زبده اهي، وادي معلقه كمان، كوبايتين دقيق، عليهم علبة زبادي، عليهم معلقة سكر كبيرة، هرش رشة سكر كمان عشان انا حطيتها دي ما تجيش معلقة كبيرة، وعليهم بيضتين، وعليهم لسه بقى ما حطيتش ايه كمان، معلقة البيكنج باودر. هي دي اللي عامل الايه النفخ هنا في الفطيرة بتاعتنا كده اهو، كده معلقة بيكنج باودر صغيرة مليان، المعلقة الكبيرة دي بحط بقى شوية شوية يعني. تمام، وهحط بقى ايه شوية لبن، شوية مية، شوية لبن على مية اللي عندك، واعجن كده عجينة حلوة كده متماسكه، بسم الله. هعجنها كده في قلب العلبه وبعدين اطلعها لك على الرخامه بره. انا كنت عاجنه في العلبه دي قبل الهوا على فكره يا جماعه، ماشي، كنت قاعده اعجن وافنن بره في الاستراحه. كده بسم الله، هقول تاني المكونات. سهله طبعا ان شاء الله باذن الله، سهله عليكي تحفظيها، سهله عليكي تعمليها وانت قاعده في البيت. انا بعملها بكذا طريقه العجينه دي، مره بالبرتقال، مره بالقرع، مره يعني بحط لها حاجات كتير كده يعني تطعمها بس كده. اوكي، بسم الله.
وحاطه الزيت على النار اهو في الطاسه عشان ايه هقلي فيه الفطيره الزبادي. تمام تمام ان شاء الله باذن الله. ماشي، بسم الله الرحمن الرحيم. بما اننا بقى يا جماعه قاعدين في البيت بقى الحظر بالحاجات دي، نحافظ على اولادنا، احنا قاعدين عشان نحافظ عليهم، يعني ما نخليهمش يخرجوا في الاماكن اللي فيها تجمعات كتير. مش عايزه حاجه مثلا، هاتي حاجاتك كلها مع بعض يعني، بس ما تخزنيش برضو يعني، هاتي حاجاتك مع بعض بس ما تخزنيش حاجات كتير. اصلا العيش والحاجات دي لما بتخزنيها مده طويله الفايده بتاعتها ما بتبقاش زي ما انت لسه جايباها طازه كده. بص انا بلت فيها اهو، عشان هي دي العجينه دي هي اللي انا ايه هعملها لك دلوقتي على الهوا. بص الفطير بتاعي حلو ازاي، ما شاء الله عليه ما شاء الله عليه. بص الجلافز بحبوش عشان كده مش عايز يجري. بسم الله الرحمن الرحيم. بس سهله، مش هتاخد معاكي ثواني ثواني. بسم الله كده اشيل علبتي وغطس صغنطور بس كده، واجيب هنا ايه ادي العجينه بتاعتي اهو. بصي بعجن فيها ازاي، بصي على ايديا اهو. ممكن اشغل العجان بس مش انا برضو بحب اشجعك زي ما انت عارفه، وعشان تعملي كل حاجه ايه بسهوله ان شاء الله باذن الله. هحط بس شويه دقيق كده تحت هنا عشان ما تلزقش مني على الرخامه يمين، وحاجه بسيطه خالص عشان احنا هنقلها في الزيت ما نعكرش الزيت بتاعنا. تمام، هركن الزبده دي على جنب وهفرد كده بقى ايه العجينه. هي لسه ما استريحتش وبتمط معايا اهي، بس ان شاء الله باذن الله ايه هتسمع الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب الناس تكون عارفه ان انا موجوده النهارده. كل الناس اللي بتسال عليا، في ناس بتقابلني بتقول لي والله يا شيفه انا كنت انا كل شويه اجيب القناه اشوف البرنامج بتاع حضرتك شغال ولا لا. قلت لهم يا جماعه والله ده حاجه تسعدني جدا وحاجه تشرفني كلام حضراتكم ده جدا والله. كده هلبس بس، خليني لابسه ايه، خليني على العهد كده شويه. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنعمل بقى الفطير ده، وهنعمل فطير البيتزا ان شاء الله بطريقه سهله ولا كانك ايه عملت اي حاجه. بدي العجينه بتاعتنا ايه، انا هطيرها كده شويه كده زي الفطاطر اهو. ها مش هرمكي من حاجه، فطاطر تلاقي، توفير تلاقي، كل حاجه تلاقي. ثقة حضراتكم فيا والله وحبكم ليا بتشجعني وتديني حافز اكتر. دي فطيرة الزبادي يا ابني. ماشي استاذ محمد كلك ذوق. افرد كده اهو، افردها ما خليهاش تخينه قوي عشان هي هتقب فين وانا بقلاها هتقب. احط الزيت تاني على النار. شوف انا ملاحقك ازاي يا بنتي انت النهارده، هجيبك دلوقتي بقى من الزيت. بسم الله الرحمن الرحيم. كده اهو فردناها خلناها قد ايه، دول كلهم كوبايتين ايه، كوبايتين دقيق. عايزه تحطي لها فانيليا عادي، عايزه تحطي لها جوز الهند برضو عادي، بس خلي جوز الهند بعدين كي ايه ما تطلعيها منين من الطاسه. اوكي ماشي، شكرا شكرا يا زميل. شوف الحته دي. كل ده هنلفه مع بعضه تاني ونعجنه تاني وهقطع كده. بص سهله ازاي، قاعدين لسه عجناه قدام حضرتك اهو على الهوا كل حاجه. كان عليا عايزه اقعد بقى اقلي واعجن واخبز واعمل كل حاجه، بس يا خساره بقى المخرج والله بيساعدني كتير والله، كان واقف بيساعدني قبل الهوا. ما انا بقول بيساعدني كتير اهو، انا قلت حاجه. اصبر عليا يا ابني، اديني فرصه. ها اديني فرصتي. ممكن اقطعها يا مكانها كده بس نساوي بس الحروف عشان تبقى مربعه كلها شكل حلو يعني عشان التصوير بس، انما انت في البيت ما تشيليش ولا حته من دول، استخدميها عادي مفيش مشكله. كده هاخد واحدة بس اجربها في الزيت تجربة تجربة، معلش تجربة. بسم الله تجربة ناجحة ان شاء الله باذن الله.
كده اهو خدناها. بصي سهله جدا اهي، لا لازقه في الرخامه وعاملاها قدام حضرتك، ولا وقت ولا مجهود ولا اي حاجه. دي عشوه جميله جدا وغير مكلفه تماما. هشيل بقى ايه التجربه، وريني التجربه كده، تجربه حلوه ان شاء الله باذن الله. نحط بقى مع اصحابها. بسم الله الرحمن الرحيم، اهو حاجه سهله خالص، ومش هتشرب زيت على فكره. اوعي تكوني فاكره انها تشرب زيت، يعني ما فيهاش خميره. لو فيها خميره هتشرب زيت، انما طالما ما فيهاش خميره مش هتشرب مع حضرتك زيت. تمام، كانت عايزه بس تستريح شويه، بس ايه عشان انا قلت برضو عجينها على الهوا عشان ابقى موريه لحضرتك كل التفاصيل كل التكات. شفتي انا بتكلم ازاي؟ هجيب منديل. بسم الله الرحمن الرحيم، مناديل راحت في غطس غنطوط اهي. تعالي يا مناديل، تعالي يا بنتي. عايزه تهربي ولا ايه؟ يستحيل تهربي مني، مستحيل كده. وهقلب فطيره الزبادي الجميله بتاعتنا. بصي نفخته راحت قد ايه ما شاء الله، حاجه يعني حاجه ما تذكرش، مفيش مش بفلوس، ببلاش. بطين، كوبايتين دقيق، وسهله جدا، معلقه بيكنج باودر. وتفنيني بقى، والمخرج بتاعنا نزل لحضرتك المقادير. تمام يا ريس، تمام. كده نقطع دول، انا ما بحبش اسيب حاجه، عارفه لو الوقت مش ضاغطني اعمل لك، هفنن لك فنيات هنا تحفه تحفه ان شاء الله باذن الله. بس الحرف كده عشان تبقى كلها مربعه شكل بعض. ومن كوبايتين دي هتشوف هطلع كميه قد ايه. بص بشيلها فوق بعضها، هي ما بيجرالهاش حاجه كده اهو. وديها هناك بس جنبي، المفروض كنت انا فردت هناك، بس بقى ايه ماشي. اشيل كده، الف بس اشوف احمرت ولا لا. بص اللون الجميل، حاجه سهله وبسيطه وطعمها حلو جدا ان شاء الله باذن الله. احط لك الطبق فين؟ احطه هنا ولا هنا؟ كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، بصي نفخت ازاي، بس ما شاء الله عليها. وهوريها لك من جوه دلوقتي، كل ده هوا ما فيهاش عجين من جوه، كل النفخه دي هوا ما فيهاش عجين. متفقين؟ هجيب بس شويه احطهم فين، في الطاسه كمان عشان نبقى عملنا طبق كبير كده. وهي تطلع لك بصي طبقين اتنين مليانين عشوه جميله بقى، وشويه سكر بودره او شويه عسل. ياه وانسي الدنيا بقى، كوبايه شاي بلبن بس تبقي تعزميني. ماشي اوكي اهو كده. بصي مسافه، اول ما تنزل الطاسه تحمر على طول وتتنفخ، اول ما تنزل تيجي منفوخه على طول. هعمل بس الشريحه دي وبعدين اشيل بقى، ونبقى نكمل الباقي على راحتنا ايه بعد ما اخلص الصنف التاني. ماشي يا ريس. استاذه مريم اهلا وسهلا بحضرتك. استاذه مريم اهلا وسهلا. معلش يا استاذه مريم، المخرج بيقول لك ما تزعليش وكلمينا تاني. طيب ماشي استاذه مريم اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بيكي استاذه مريم. ايوه يا شيف، عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله. ايه يا شيف بقالك كتير مش بتيجي ليه؟ معلش بقى يا حبيبتي سامحيني، والله انا كل يوم الفرصة بنجيب القناه انا وماما بنقعد نستناكي مش بتيجي. معلش يا حبيبتي، انا كل ما تتيح لي الفرصه ببقى موجوده مع حضراتكم، بكون موجوده جري والله. انا بحبكم زي ما انتم بتحبوني، قلت في اول الحلقه حبيبتي. حبيبتي يا استاذه مريم، انت في سنه كام يا مريم؟ ثانويه. ثانويه ما شاء الله عليكي. ثانيه ولا في ثالثه؟ ثالثه. ايوه ما شاء الله، جدعاني بقى. مش عارفين هتعملوا ايه في الامتحانات السنه دي والله. ربنا معانا بابا. بس ربنا ايه الحاجات الحلوه اللي انت بتعمليها دي؟ انا بحب كل حاجه انت بتعمليها والله. حبيبتي يا مريم اتفضلي بقى، عايزه حته صح؟ ايوه اتفضلي معانا. طيب حبيبتي في انا ماشيه، نجيبها لحد عندك يا استاذه مريم. حبيبتي سهله بقى، شجعي نفسك بقى وشجعي ماما واعمليها وانت قاعده كده يا استاذه مريم. حاضر. سهله جدا الفطيره دي. التطبيق على الصفحه بتاعت الشيفي منى ابو العين. الله عليك الله عليك يا استاذه مريم. حبيبتي حاجه، شكرا جدا ليك يا استاذه مريم، نورتيني. شكرا. ودول انا كبرتهم شويه كده، نعملهم ايه، نحطهم يعني مش لازم كبيره صغيره. ده في ناس بتعملها رغيف طويل كده بتبقى شكلها حلو قوي. هوريها برده لحضرتك، هوريها لك كل حاجه بحب اوريها لك على الهوا هنا، يعني ايه
عشان تبقى ايه شايفه الحاجات كلها وعارفه يعني دي هتنجح ازاي، دي هيبقى ناقصها ايه. بحب اوريكي كل، انا كده بحب اوريكي كل الحاجات دي كده. نو ربنا يخليكم، كلكم اخواتي يا ابني، والله كلكم اخواتي يا ابني، انا بعتبركم كده. بص بقى يا جماعه، المخرج بتاعنا عجباه الفطيره جدا، والسماعه بتسحب من ودني واحده واحده اهي. بص بقى، انا دي اعتبر ان انت عامله رغيف عيش مدور وقسمتيه نصين، تمام؟ قولي ده نصه كده، انا هقلاها واوريها لك دلوقتي، هيبقى شكلها حلو جدا وطعمها جميل. نفسي مش لازم تقطعي يعني، ممكن تعمليها كده لو انت ولادك كتير، تعمليها عادي رغيف وتقسميه نصين. بسم الله الرحمن الرحيم. حد انت بصي الفطير، بصي الفطير يا بنتي. بسم الله، بص شكلها حلو ازاي. هنطلع بقى دي، بصي من جوه بقى، انا عايزه اوريها لك من جوه. جاي من جوه ولا ايه؟ اه افتح واحده اهي، اهو اهو. بصي بصي من جوه، ولا عجينه ولا اي حاجه، بصي من جوه هوا منفوخه بس على الهوا كده. يعني انت بدل ما تغلبي نفسك وتتعبي نفسك والزلابيه تفشل منك او تبوظ او يجرى لها اي حاجه، اعملي دي جميله جدا. بصي هوا اهي اهي كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم، كده ابينها لك كده جايه اهو. شوفي قد ايه، بكوبايتين دقيق، خلي بالك. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحط لها بقى شويه عسل، شويه سكر بودره، كوبايه شاي بلبن معاها، ممكن تاكليها كده عادي مع جبنه مفيش مشكله. ايه اللي بترشق ده؟ مش عارفه، حد بص للفطيره بتاعتي، حاجه بتطرشق هنا. بصي بقى دي اعتبرها نص رغيف اهي، بصي حطيتها قد ايه. هخليها بقى دي لوحدها، خليها لوحدها، ولا احط، عايزه احط، ما بحب استغل المواقف والله. هحط معاها واحده واجيب النص ده هنا، واجيب بقى دي كده. بسم الله الرحمن الرحيم، تعالى انت اهو، تعالى كده نجيبها بقى الرصاه هنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم، بص جمالها، بص شكلها حلو ازاي. بص اصلا عملت قد ايه، كوبايتين دي عملوا قد ايه وانتي واقفه، لا مجهود ولا جهد ولا لود على حضرتك ولا اي حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم، بحب المعجنات جدا جدا جدا. والمخرج بيقول والمصحف، وانا كمان اهو. شفت هتاكل يعني؟ ماشي. بص دي نقلبها بقى كده، بص شكلها حلو ازاي، واللي جنبها برضو ان شاء الله تطلع تعجب حضراتكم برضو باذن الله اهي. نرص، بلاش المفتوحه دي، ولا خليها على الجنب كده. انا هي بتعملي لاولادك في البيت. ادي الفطيره اهو قدامها اهو، وعايزه اطلع دي بس كده، بص شكلها حلو ازاي. بص دي، الله والله العظيم جميلة 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 اهي. النص الرغيف ده، وهنحط النص التاني برضه اهو. بسم الله، هحط معاه دول كمان كده اهو، ان شاء الله معانا حد حوش. يلا، وادي السكر، وادي العسل، انا قلت لحضرتك انا عاملاه، جاي معاكم بقى العسل اهو، عشان بس مش هتفرقيه من العسل اللي انت بتشتريه من المحلات. بص شكله عامل ازاي، مكاني ايه كده اهو. بصي بقى العسل اللي انا عاملاه اهو، عايزه اوريه لحضرتك بقى. جاي هنا ولا اجيبه هنا اهو؟ انزل. بصي شكل اللي انت بتشتريه من المحلات بالظبط اهو، ده انا عاملاه والله قبل ما يعني كده الصبح كده اهو كده. بصي شكلها عامل ازاي، بصي تحفه تحفه ازاي، بصي الشكل جميله، بصي اهو تمام. والعسل بصي تقيل ازاي، كانك شاريه من المحل بالظبط. هو هقول لحضرتك تعملي ازاي برضو بطريقه اقتصاديه، هو برضو اللي في المحلات هو زي ده. مفيش العسل الاصلي ده ما بيبقاش رخيص كده يا جماعه، اللي في المحلات ده بيبقى رخيص شويه، العسل الاصلي بيبقى غالي جدا. ممكن اركب السماعه ابني؟ ماشي، ممكن اهو. ودول بقى الكبار دول هحط عليهم سكر بودر اهو. بصي شكلهم عامل ازاي. مدام منى، اهلا وسهلا بحضرتك مدام منى. ازيك حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله، اهلا وسهلا.
بصي انا لسه فاتحه القناه حالا، انا وعيالي قاعدين بالصدفه اول مره اشوف البرنامج اصلا. حبيبتي شرف ليا والله والله. العظيم انت بسيطه وجميله وكل حاجه فيكي حلوه ما شاء حبيبتي الله ربنا عليكي، يخليكي، ده انت اسعدتيني واول مره اصلا اتكلم باي قناه. يا حبيبتي شرف ليا والله والله الحمد شرف لله لقيت الخط تمام يعني. شرف ليا، شفتي بقى حظك عشان انت بقى ربنا يبارك فيك. انت نيتك حسنه. لا ما شاء الله عليكي جميله وحاجتك بسيطه، واللي عاجبني فيك كمان بساطتك. حبيبتي ربنا يخليك، احنا بنبسط الدنيا عشان نقدر نعمل حاجات حلوه مع بعض، او يعني احنا نتحايل على الحياه بدل هي ما تتحايل علينا، احنا نتحايل عليها. ايوه صح. حبيبتي استاذه منى ربنا يعزك يا حبيبتي. ربنا يخليك، وتابعيني بقى لاخر الحلقه وسلمي لي على ولادك كلهم، وتابعيني لاخر الحلقه هنعمل فطير النهارده تحفه ان شاء الله باذن الله وحضرتك، برضو بتكلفه قليله خالص، هو كيلو دقيق مفيش تكلفه اكتر من كده. نورتيني. طب بصي معلش اتفضل، عاوزاكي بس تنزلي المقادير بتاعت العجينه دي تاني عشان اخدها بس لقطه بس. حاضر عينيا يا استاذ محمد. لسه فاتحه حالا. لا يا حبيبتي معلش، ليه ده انت نورتيني، اهلا وسهلا بيكي. ربنا يبارك فيك. ربنا يخليكي. مقادير فطيره الزبادي يا استاذ محمد، حالا بالا المخرج بيقول لحضرتك، حالا بالا، شفتي سرعه في الاداء. هفضي الزيت بتاعي بس هنا في البوله دي اهو كده. ماشي، المقادير قدام حضرتك على الهوا، تكتبيها او تصوريها اللي يعجب حضرتك. اديني فضيت الزيت اهو عشان يسيح ايه الزبده شويه بس. معنا مين يا استاذ محمد؟ ام احمد، اهلا وسهلا بحضرتك ام احمد. اهلا اهلا. ازي حضرتك؟ ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ اهلا وسهلا. تسلم ايدك على كل التمرين. حبيبتي ربنا يخليكي منوراني يا ام احمد. احنا بنحبك والله. وانا كمان بحبك وبحب، بصي ربنا يخليكي لاولادك وخلينا كلنا لبعض يا رب. حبيبتي ربنا يخليكي يا رب. تسلمي. اللهم امين يا ام احمد. جربي بقى الحاجات الحلوه دي يا ام احمد. ها ماشي عينيا حاضر. جربي بصي الفطاير، بصي بصي الفطاير، بصي شغاله، بصي أيوه. شغل فاتحه فرن النهارده، يعني فاتحه فرن مفيش كلام. تسلم ايدك يا حبيبتي. ربنا يسلم حضرتك. مالكيش اي سؤال؟ طيب لا عايز تسلمي. شكرا حبيبتي، اسعدتيني منورتيني، اهلا وسهلا. هشيل بقى هنا ايه بقى الفطير بتاعي اللي انا ايه قرمشت مني على الطرف. بصي شكلها دي بيضه شويه، هي مش بيضه، هي حمرا برده، ودي حمرا شويه، اللي يعجب حضرتك ايه وتفضليه. بالهنا والشفاء عليك وعلى اولادك ان شاء الله باذن الله. نعمل بقى دلوقتي ايه، هحط بس اجيب منديل، علبه عملته اعمله، وهمسح الطاسه مكان الفطير عشان لو وقع منها دقيقه ولا حاجه ما تبوظليش ايه، ما تبوظليش الدنيا. تمام، بقول لك كل التكات اهي. ام ندى، ام ندى اهلا وسهلا بحضرتك. ام ندى اهلا وسهلا. ايه يا قلبي عامله ايه، اخبارك ايه؟ الحمد لله في نعمه. اخبار حضرتك ايه؟ احنا بنحبك قوي حبيبتي، ربنا يخليك يا رب. حبيبتك جدا والله، وحاجاتك كلها حلوه حبيبتي، ربنا يخليك. انت صوتك صغنطوط يا ام ندى. ايه يا ام ندى صغنطوطه انت لسه كده؟ اه فعلا عندي والله 21 سنة ما شاء الله. لسه صغنطوطة برضه يا أم ندى لسه، وحامل ما شاء الله. ربنا يخلي لك ندى يا رب، وتجيب لها أخ أو أخت حلوين كده يلعبوا معاها. إن شاء الله أنت زي العسل والله، وحاجاتك كلها سهلة حبيبتي. ربنا يخليك، أسعدتيني يا أم ندى النهاردة. وجربي بقى الطرق الحلوة دي إن شاء الله تعجب حضرتك بأقل إمكانيات. ماشي حبيبة قلبي. حبيبتي ربنا يخليك، وتنورين على طول هنا في البرنامج. شكرا ماشي. جدا ليك. هنعمل بقى يا ولاد ايه دلوقتي يا ولاد؟ ماشي ماشي يا استاذ محمد. نبتدي بقى ايه الفطير الشرقي، هنعمل بيتزا، الفطير اللي هو بيتزا اللي انت بتجيبيه برده من المحلات، به حاجات بسيطه بواقي عندك في البيت. انا كنت المره اللي فاتت عامله كفته هنا في البرنامج، فاتبقى مني ايه حته لحمه صغنطوطه كده، فقلبتها في الطاسه المخرج بيقول لي لا بالهنا والشفا، المخرج بيقول لي اللي خطفنا الكفته كلها. بألف هنا وشفا. يا ريت تنزل لنا بقى مقادير الفطير الحلو اللي حضرتك جايبه على الشاشه ده يا استاذ محمد. تسلم عينيك يا رب. ادي هنحط كده ايه، انا بعمل لك كوبي بس من العجينه، انا مجهزه عجينه جاهزه معايا اهي ووريها لحضرتك دلوقتي، وبسخن الطاسه بس عشان انا مش عايزه اسيح الفطير. هقول لك اسرار النهارده في الفطير هي اللي هتنجح الحاجات مع حضرتك ان شاء الله باذن الله. استاذ عبد الله اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك يا شيخ. ازيك يا استاذ عبد الله؟ الحمد لله والله. حضرتك عامله ايه؟ الحمد لله في نعمه. ايوه يا استاذ عبد الله انت نايم ولا ايه؟ حضرتك بقى ما بتجيش كتير بقى، بنجيب القناه فما بلاقيكيش بتيجي كتير. حضرتك مش سامع حضرتك خالص يا استاذ عبد الله. ماشي يا شيخ، حضرتك احنا بنجيب القناه بس حضرتك ما بتجيش كتير. لا انا موجوده اهو يا استاذ عبد الله، ان شاء الله باذن الله اكون موجوده. بص انا زي ما انتوا بتحبوني انا كمان بحبكم والله.
هو شعور متبادل، خلي بالك استاذ عبد الله، شعور متبادل زي ما انتوا بتحبوني انا كمان بحبكم. شكرا ليك جدا يا استاذ عبد الله، المخرج بيشكرك كمان من جوه. هننزل بقى يا استاذ محمد مقادير الفطير اللي هو الشرقي، لا الفطير بيتزا الفطير، فانا عامله نوعين بقى اهو، البيتزا لسه هفردها وادخلها ايه، ادخلها الفرن. مقادير الفطير عباره عن كيلو دقيق، احفظيها كده، كيلو دقيق عليه معلقه كبيره سكر، عليه معلقه صغيره ملح، عليه ميه، وتعجني بميه. ممكن تحط اضافات، اوريك تحط اضافات فين في الزبده، هتحط ان شاء الله باذن الله باذن الله باذن الله، اوريك تكه في الزبده هتخليك الفطيره مورقه وعاليه زي اللي قدام حضرتك دي، وهقطعها دلوقتي اوريك الورقات اللي هي خارجه منها ان شاء الله باذن الله. استاذ محمد نزل لنا المقادير اهو، شكرا جدا يا استاذ محمد، مش عارفه اعمل ايه والله، ولا اعمل ايه مش عارفه، شكرا جدا، ربنا يخلي حضرتك. شكرا. عباره عن فطيره البيتزا عباره عن كيلو دقيق، كيلو دقيق، معلقه كبيره سكر، معلقه صغيره ملح، رشه بيكنج باودر، ميه نعجن بيه، زبده نفرد بيه زي اللي قلت لحضرتك كده دلوقتي حالا، وان شاء الله باذن الله تعجب حضرتك. وجبنه دديل بيتزا الفطير، عايزه الثانيه دي تحط لها جبنه موتزاريلا براحتك، محدش هيقول لك لا ولا حاجه، تمام. ادي الدقيق بتاعنا عليه، ادي الكيلو دقيق عليه مثلا، يعني ادي معلقه الملح الصغيره، وادي معلقه السكر الكبيره، وادي بقى هنجيب ايه، هي راحت فين، تعالي يا بنتي، وادي الازازه بتاعتنا هنعجن بايه، هنعجن بميه. بسم الله الرحمن الرحيم. معنا مين؟ استاذه هواي، اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا بيكي حبيبتي، الحمد لله على السلامه، ربنا يخليكي، اهلا وسهلا، نورتي التلفزيون والدنيا كلها حبيبتي، انت منوراني النهارده استاذه هواي، استاذه المعجنات والفطاير كلها والله حبيبتي، ربنا يخليك يا رب، تسلمي، مبروك للقناه وشكرا للكاست البرنامج كله، واللي ردوا عليا في منتهى الذوق والاخلاق والله. لا ده الجماعه هنا كلهم كويسين جدا والله، انا بحب اقعد معاهم قبل الهوا كتير، خلي بالك كمان يعني مالكيش بركه اللي هم بقى كده، وشد عينك احنا كلنا معاكي، ربنا يا رب ربنا يخليكي يخليكي كده على طول وتنورينا، ربنا يخلي حضرتك استاذه هواي، واهلا وسهلا، عايزين كتير حلوه بقى كده اهو، ان شاء الله هنشتغل تاني بقى وراجع البرنامج. يا حبيبي كل يوم في الميعاد ده؟ مش عارفه لسه المواعيد والله يا استاذه هواي، ان شاء الله باذن الله المخرج بيقول هينزل لكم المواعيد، ويوم انا ببقى موجوده بيبقوا منزلين على الشريط من تحت كده، مطبخ نميسه، مطبخ نميسه والافتكاسات الحديثه، وهنزل لكم الميعاد ان شاء الله على صفحه البرنامج على اليوتيوب. اوكي بصي، عجلنا العجينه، العجينه ما تكونش ايه طريه او بتاعه الفطير، يعني لا طريه ولا جامده، بصي اهو فرن فاتحه اهو، عجينتين اتنين اهو، وانا واقفه بكل سهوله اهو كده، انت اللي بيعجن كميه كبيره زي اللي بيعجن كميه صغيره، العجينه قدام حضرتك اهي، وكل ما تستريح كل ما هتدي حضرتك نتيجه افضل، كل ما تريحيها العجين بالذات، كل ما تريحيه في الفطير كل ما يدي حضرتك نتيجه احسن وافضل، تمام. العجينه بتاعتنا اهي، ده كوب منها طبعا، وانا همسح بس ايه الرخامه عشان ما تضايقنيش. فين المناديل؟ مش عارفه المناديل عماله تقع ليه، حد باصص لي فيها، ابني انت ابني ليه؟ بقول له المصحف ابدا. المخرج بتاعنا الجميل وكل هنا اللي في القناه اخواتي ما شاء الله عليهم بصراحه، يعني بقول لك انا بقى قاعده قبل الهوا كتير اتكلم بقى وتناقش معاهم في امور الحياه، واللي يرن على مراته عشان تتفرج، واللي يرن على مامته عشان تتفرج، واللي يرن على اخته عشان تتفرج كده، يعني ببقى مبسوطه بيهم كده، يعني حفله كده كده. ادي عجنة العجينه، ده كوبي منها ماشيه العجينه كامله، كيلو دقيق هيعمل لك كميه حلوه كده، انا مجهزه اهو مريحه في زيت اهو، ريحي الحاجه عشان الحاجه ايه تريحك برضه كده، وهوريكي بقى طريقه فن فن فنانه النهارده في التشكيل. ادي العجينه بتاعتنا اهو، نعتبر ان ده العجينه كلها قسمناها نصين اهو، نص هنطلع منه افتراض بطريقه سهله، والنص التاني هنكوره كور كده اهو، تكورها كوره قد دي كده وتحطيها في زيت زي اللي انا حطاه قدام حضرتك دي اهي كده اهو. بصي يا بنتي الفن، بصي انا بحب المعجنات جدا جدا جدا، تمام. ادي الثانيه اهي، والنص الثاني بقى ايه ما اقولش يعني، لا انت لازم اقول ده شهاده اعتز بيها والله. عملنا بقى هنا اهو، ادي كده عجننا العجينه وقسطناها ايه اللي قسمناه نصين، نص هفرده كله على بعضه، وهخليكي تبقي فنانه في الفطير بيه بابسط الطرق، يعني مش طريقه صعبه ولا حاجه، هخليكي تبقي فنانه بقى ان شاء الله. قولي كده خدنا اهو نص العجينه اللي مستريح معايا اهو، تمام، مش هلعب فيه ولا اي حاجه، هحط له بس شويه دقيق. استاذه فاطمه اهلا وسهلا بحضرتك، استاذه فاطمه اهلا وسهلا،
ايوه يا شيخ، عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي، عامله ايه؟ بنحبك قوي حبيبتي، ربنا يخليكي، تسلمي يا رب. معلش، ممكن تعملي لنا جاتو؟ عامل ايه؟ جاتو. الجاتو حاضر يا حبيبتي، عايزه جاتو شاتو اسهل حاجه ولا ايه؟ ولا عايزه الجاتو العادي السواري العادي؟ كنت عايزاك تعملي لنا بلح الشام وزلابيه. عايزه ايه يا حبيبتي؟ بلح الشام وزلابيه. بلح الشام سهله جدا، والزلابيه برضو سهله جدا جدا. الزلابيه عباره عن دقيق وميه ورشه ملح، وحط لها معلقه سكر مش كبيره يعني، عشان ايه ما تحمرش منك قوي قبل ما تكون استوى يعني. حطي ايه كوبايه، جربي الكوبايه دي، انا بحب التجربه، بحب ان انت لما تجربي في كوب صغير بس على قدك، ما تهدريش يعني الحاجات بتاعتك وتخلي ايه وترهقي نفسك. هقول لك طيب المقادير، حاضر في عينيا. ده نص العجينه بتاعنا يا جماعه اللي انا كنت مجهزه منها قبل الهوا، وشغاله اهو، شغاله في فرن اهو، والمخرج مبسوط بالفطير جدا. كده ابص عليها كده، حاجاتي اهو، ده نص العجينه اللي قسمها بالسكينه نصين، حتى هي لها بوز عندك هنا اهو، تخليها حتى مستطيله كده على قد ما تقدري، وترش برده تحتها دي عشان ما تزقش حضرتك في البيت. انا هنا هتعامل معاها حتى لو هي ميه برده هتعامل معاها عادي، بس عشان يعني لما تعملي الحاجه وتنجح معاكي ان شاء الله تبقي مبسوطه وتعمليها تاني كده. وانت ما تجربي في كيلو دي، خلي جوزك يساعدك بقى حتى يشيل العيال على جنب. كده اهي، بصي انا بفردها اهو، نص العجينه بتاعتي بفردها ازاي عشان هوريكي طريقه توريق الفطير. هايله هايله هايله. معنا مين؟ ام اشرف، اهلا وسهلا حبيبتي، ازيك؟ اهلا 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 ام اشرف، اهلا وسهلا. خلاصي منوره، من شافك يا بنتي. حبيبتي ام اشرف منوراني، منوره والله، منوره. ربنا يخليكي، ده انت اللي منوراني يا ام اشرف. انا وانت طيبه، وحضرتك طيبه يا رب. وحضرتك بخير يا رب دايما، ومنوراني دايما. عايزين نشوفك على طول يا امان. حبيبتي يا ام اشرف، ان شاء الله باذن الله اكون موجوده. يا رب يا رب يصلح حالك ويكفيكي شر المرض. يا رب يا حبيبتي يا ام اشرف، يا رب فيكي جميع ما خلقته يا رب. انا وحضرتك نميسه 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 نميسه. وحشتني يا ام اشرف والله، منوره. ربنا يخلي حضرتك. انا اسعد واحده النهارده اللي شفتك والله، وانا اسعد والله. سمعت صوت حضرتك، انا بحبك جدا والله، زي والدتي تمام. الله يخليك، ربنا يخلي حضرتك. ما تحرمش منك يا حبيبتي، ربنا يخليك. كل اللي رد عليا ذوق ذوق ذوق، بيشكروك كلهم اللهم. يعني انا مش عارفه والله بصراحه، هم بصراحه وكويسين جدا، محترمين جدا، ربنا يخليكم. اشرف شكرا جدا. نرجع بقى للفطير. الاستاذ محمد جاب لنا هنا عشان هحط ايه. بص استاذ محمد، دي السر في ايه؟ السر في توريقه الفطير بتاع المخابز. ورجع على صفحتي اسمها الشيف منى ابو العلمين بالعربي، اقول لك ايه على نوع الزبده القالب ب 20 جنيه مش غالي، هقول لك عليه، هو اللي بينجح المخبوزات بتاعه الافران. هقول لك على اسمه على صفحتي الشيف منى ابو العلمين بالعربي. ونحط هنا ايه؟ شويه بيكنج باودر في قلب السمنه اهو كده، في قلب السمنه على الزبده. انت هتعملي الفطير بسمنه بس، بسمنه من اللي هي نباتي بس. هقول لك بقى على تكه تخلي لك الفطير طعمه زي طعم القشطه، وحاجه ايه على قد برضو امكانياتك، بسيطه خالص، مش هترهق حضرتك باذن الله. يبقى احنا السر الاول حطينا بايه؟ البيكنج بودر في السمنه. السر الثاني لو انت هتعمليها بسمنه بس مش بزبده زي اللي قلت لحضرتك عليها، تضيفي عليها معلقتين لبن حليب وتقلبيها كلها ببعض. بص هتبقى مرمله كده زي المربى كده اهي، شايفاها اهو، حلو الكلام، كلام جميل. ماشي محمد، اهلا وسهلا بحضرتك ام محمد. ازيك؟ ازاي حضرتك يا حبيبتي، عامله ايه؟ الحمد لله. ازيك انت؟ انت وحشتيني جدا حبيبتي، ربنا يخليكي، اهلا وسهلا. انا بحبك قوي قوي حبيبتي، شرف ليا والله. وبصي وانا بحب حضراتكم جدا جدا والله، كمان زي ما انتم بتحبوني والله، بموت فيك حبيبتي، ربنا يخليك. ام محمد منين يا ام محمد؟ انا من السويس. اهلا وسهلا اهلا وسهلا، ان شاء الله نيجي مره السويس يا ام محمد عندكم ان شاء الله باذن الله. معلش يا ام محمد، معلش يا حبيبتي، كلمينا تاني كده اهو. خدنا الزبده بتاعتنا اللي هي لا ايه، لا سايحه ولا ايه ولا ميه، يعني لا سايحه ولا جامده اهو كده. بص انا مخلطاها زبده على سمنه وحاطه لها البيكنج باودر. انت في البيت زي ما قلت لحضرتك التكه اللي هي الاصليه، لو هتعمليها بسمنه نباتي بتاعت العلب، بالسمنه بتاعت المحلات بتاعت الشركات نباتي، تحط لها معلقتين ايه؟ معلقتين لبن حليب، معلقتين كبار لبن حليب. بصي بقى دي النص ده هيطلع لك حاجات كتيره من غير ما تورقي ولا تفردي، وهفرد لك برده الطريقه العاديه وراها لحضرتك ان شاء الله باذن الله. بصي معانا كده نعمل ايه؟ دهنا، ادي العجينه فردناها ودهناها من نص زبده، نعمل كده
بسم الله الرحمن الرحيم بكل وضوح كده والراحة خالص اهو كده اهو اهو. بصي الطريقة دي سهلة وانا زيكم على الصفحة مقطع وعايزة الكل يشاركها بقى ماشي اهو كده اهو. بصي عملنا ايه، ده فردنا العجينة ودهنا جواها السمنة على الزبدة على نص معلقة الايه البيكنج باودر تمام. وهجيب السكينة بتاعتي واقطع كده اهو، واقطع دي كده واقطع ودي برضو، دي العجينة دي المستريحة دي كده. هسيب التلاتة دول معايا، هسيب التلاتة اهم هسيبهم مربعين كده زي ما هم كده، والاتنين اللي في الطرف اللي هم بصهم طالع كده اهم هلفهم حوالين بعضهم بقى ايه، ادخلهم جوه بعض دايرة. بصي هتديكي ورقات بقى طبقات، كل دي طبقات، كل دي هتبقى طبقات في الفطير ان شاء الله باذن الله. بصي حضرتك اهو كده دخلها جوه بعض ايه زي البهجة تمام اهو. يبقى الطريقة واضحة سهلة سهلة طبعا، منميسة نميسة صح اهو، واحطها هنا والتانية زيها بالظبط اهو، نفس البوز اللي هو بره ده اهو، البوز ده عشان ما يزهقكيش اهو. بصي دخلها جوه، بصي الطبقات، بصي حضرتك جاية اجيب كده ولا كده، واضحة يا بنتي انسة. بصي بصي الطبقات قد ايه ان شاء الله باذن الله باذن الله. الطريقه دي سهله جدا وهتخليكم كلكم تعملوا فطير في البيت باذن الله كده. معانا مين يا استاذ محمد؟ معانا مين؟ قول لي. دخلناها ببعضها كده اهي كده اهو تمام كده. ادي ادي اللفه اللي احنا لفيناها، طلعنا منها اللي على الحرف عملناهم دايره كده، واللي في النص عملناهم ايه مستطيلات كده زي ما هم، وتضغطي عليهم كده وتسيبيهم. طالما السمنه الزبده او السمنه جامده ما سايحه قوي ان شاء الله باذن الله باذن الله هتنجح مع حضرتك. ماشي. معانا مين؟ معانا مين؟ الاستاذه مين؟ اهلا وسهلا. الو. اهلا وسهلا. انا اشكان. استاذه اشجان اهلا وسهلا. اهلا بيكي، ايه الحلاوه دي وايه الجمال ده؟ حبيبتي ربنا يخليكي يا رب تسلمي، اهلا وسهلا. هو ينفع العجينه دي نعملها بيتزا؟ العجينه طبعا تنفع، بس اقول لحضرتك بقى البيتزا احنا بنحلها بشويه لبن رايب بشويه زبادي بشويه لبن حليب عند حضرتك. ايه دي كويسه بالبرنامج والقائمين على البرنامج. ربنا يخليك يا رب. انت ما عندكيش صفحه على الفيس؟ لا عندي صفحه اسمها شيفي منى بالعلم بالعرب. نعمل لك الحاجات دي وتنزل لنا التطبيقات. يا حبيبتي ده الصفحه عليها حاجات مهوله، انا طيب ماشي كنت برامج ثانيه قبل كده وعليها حاجات حلوه جدا اسمها شيفي، ان شاء الله هخلي المخرج ينزلها لك اسمها شيفي منى بالعلم بالعربي. خلاص ماشي، واحنا عندنا جروب محبي الاعلام الانسان شريف مذكوري بيتعلمنا ونشر الحاجات الحلوه بتاعتك دي. ربنا يخلي حضرتك يا رب، اسعدتيني ونورتيني، اهلا وسهلا. اهو كده يا جماعه عشان ندخل الفرن بقى ونخرج شويه ايه من قدام يعني، واحنا بصي بكل لا وسخت هدومي ولا اتبهدلت في حاجه ولا تعبت ولا اي حاجه وانا بتكلم مع حضرتك، وانت في البيت برضو اعملي كده تمام. دول اللي انا خرجتهم عامله زيهم هم بالظبط جايين اهم، اللي انا خرجتهم دلوقتي حاليا المربعين اهم والمدورين اهم تمام. هنفردهم بقى دلوقتي على الرخامه هنا عشان دول مستريحين ودول لسه ايه مستريحوش، وهنفرد دول برضو وندخلهم ان شاء الله باذن الله مع حضراتكم الفرن ان شاء الله باذنك انت يا رب. كده هلم بس دي بتاع على جنب واجيب بقى هنا ايه، انا حاطه تحتها زيت، هجيب بقى ايه راحت فين، بلاش اهو مش جايبه حاجه كده. وادي الفطيره بتاعتنا دي هخليها طويله زي ما هي، اجيب المردانه بتاعتي بس اهو بسم الله طويله زي ما هي كده، نفس التقسيمه اللي انا وريتها لحضرتك وحطيت فيها الزبده من جوه هي نفس التقسيمه اللي انا ايه هدخلها الفرن برده مع حضرتك. بصي فرديها كده، بصي فردت بكل سهوله ازاي عشان ايه هي مستريحه شويه يعني، انا عاملاها قبل الهوا كنت قاعده بجهز فيها بره كده اهو. بصي خليها طويله بقى، تخليها مدوره اللي يعجبك. ونحطها فين؟ نحطها في الصاجه بتاعتنا. ده العجين بقى اللي هنا ايه اللي ان شاء الله هندخله الفرن وهنعملها دلوقتي زي البيت زي كده. استاذه عزه اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا وسهلا استاذه عزه. ازي حضرتك عامله ايه؟ ازيك يا حبيبتي عامله ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله في نعمه. اهلا وسهلا استاذه عزه. انا لو سمحتي عايزه منك خدمه. الله يخليكي. اتفضلي استاذه عزه. الله يخليك، وصلي صوتي لاي حد مسؤول، انا ارمله ولا باخد معاش ولا باخد حاجه، ومش هياكل والله. بس خلاص يا حبيبتي
ما تعيطيش ما تعيطيش يا حبيبتي، سيبي رقم حضرتك وان شاء الله باذن الله ولاد الحلال كتير ان شاء الله باذن الله الكنترول ياخد رقم حضرتك يا حبيبتي، واي حد عايز يتفضل يساعد حضرتك ان شاء الله، احنا كلنا بنساعد بعض، احنا كلنا عايشين في الحياه يا جماعه بنساعد بعض، ما حدش احسن من حد، وكلنا ما حدش بياخد منها حاجه وهو ماشي والله، كله بيطلع زي ما دخل. كلمي يا استاذه الكنترول تاني وسيبي رقم حضرتك، اي حد ان شاء الله باذن الله من كل الناس الطيبين اللي بيتفرجوا علينا كلهم ناس طيبين، واحنا شعب طيب اصلا يا جماعه والله بالفطره كده شعب طيب وشعب يعني عطوف. تمام ادي الفطره بتاعتنا اهي اهي، هاخدها بقى ادخلها فين، ادخل دول ايه بس هحط لها بقى اظبطها شويه كده واحط لها شويه زبده على الوش كده. طيب اعمل ايه طيب دلوقتي، ينفع كده يا جماعه؟ والله ما ينفع، مش هينفع الكلام ده على فكره. كده اهو اهو اتهن الفطير كده وادخلها ايه دهنه بسيطه على الوش عشان ما بحبش الزيوت كتير قوي اهو كده بسم الله اهو كده، وندخلها فين؟ ندخلها الفرن، نعلي الفرن بتاعنا هو شغال بس انا وطيته في الفطيره الاولانيه لما احمرت، هدخلها دلوقتي ادخلها الفرن ونعليه بقى ايه شويه. خلاص انا رحت في الفرن اهو، انا دلوقتي جوه الفرن اهو، خلاص كده باينه يا استاذ محمد واضحه، اعلي الفرن تاني ونعمل بقى فطير البيتزا هو جاهز اهو، هنفرد بقى ونشكل هي نفس التشكيله اللي انا وريتها لحضرتك، مفيش حاجه تاني. اقفل ها اهو نفس التشكيله اللي انا وريتها لحضرتك دلوقتي، هنفرد بس كده بسم الله اهم، ونعملهم بقى بيتزات كده حلوين. ماشي يا استاذ محمد ماشي ولا ايه؟ ماشي يا استاذ محمد اقفل اهو انت بقى، وانت بتقفلي في البيت بقى ما تحطيش ايدك في الفرن زي كده، انا عشان بس ايه متعوده على الفرن، حضرتك ما تحطيش ايدك زي كده في البيت كده. تمام ادي العجينه بتاعتنا اللي احنا طلعنا منها المربع والمدور، واخدها احطها هنا عشان نعملهم بيتزات، بيتزا بيتزا اللي زي اللي انت بتشتريها من المحلات سهله جدا اهي اهو، والتانيه بنفردها بايدينا. بتفرد كده ليه؟ عشان خاطر يعني ايه انا مريحها اهو كده. وفي طريقه ثالثه بقى للفطير الكبير ده كده، بعد ما ندخل دول الفرن ايه افرد لك واحده برضو ايه واوريها لك. انا بعمل كل الطرق بتاعت الفطير لان انا بحب المعجنات جدا جدا جدا، بتجري في دمي كده المعجنات والتوفيق لوحدهم محدش دخلهم يعني، هما بيجروا في دمي لوحدهم كده. وافرد دي برضو كده، وكان عندي شويه زي ما قلت لحضرتك حته لحمه مفرومه فايضه من الكفته بتاعت المره اللي فاتت اهو كده. هوري لحضرتك الطبقات دلوقتي ان شاء الله باذن الله تعجب حضراتكم ان شاء الله باذن الله كده. فردنا ادي ايه دي الطويله دي، واللي جوه دي ده احط لها سكر بودره عادي، ودي ايه المدوره مش عايزاها ايه تبقى، عايزاها افرتها كده. ونحط بقى نجيب ادي ايه الكفته بتاعتي اللي انا عاملاها، وشويه زيتون ادي حطينا هنا ايه شويه سوسيس اهم كده اهو جايه على شويه زيتون كده، وعليهم شويه جبنه وندخلها الفرن، وبرده هتطلع مورقه وحلوه جدا ان شاء الله تعجب حضراتكم باذن الله. وادي برده شويه سوسيس على شويه زيتون عشان المخرج بتاعنا ايه ياكل بالسوسيس ولا بالزيتون اللي يعجبه بقى كده. ما بردش عليا ازاي؟ وادي شويه الكفته اللي فايضين ادي شويه الكفته اللي فايضين من المره اللي فاتت اهم، اللي انا عملتهم كور اهم. بصي اهو حطي كده سهله خالص اهي. بصي بقى انت بتجيبيها عليها حتتين كفته يعني لحستين كده من بره كانك ما اشتريتيش حاجه، انت في البيت بقى تعملي تحطي الكميه على هواكي، وحاجه برضو ايه يعني مهما انت تكلفي جوه البيت مش هتكلفي زي ما تكوني جايبه واحده او اتنين من بره. وادي شويه الجبنه الموتزاريلا على وشهم كده اهم، بصي كده متطبقه عليهم على طول كده، وهوريكي برضو هتبقى مورقه ازاي. ده فطيره البيتزا دي سهله وطعمها حلو جدا وناس كتير قوي بتحبها اهو. نحط كده ونحطهم دول تحت عشان الجبنه بتاعتي ايه ما تتحرقش، حطيت الجبنه فوق هي هتسيح دلوقتي وتنزل تحت والحاجات دي هتطلع فوق. كفايه كده جبنه ولا ايه؟ ولا نحط تاني؟ اهو كده بسم الله. اشيل بقى كده حاجاتي. بص استاذ محمد اهي جاي معانا اهي جايه اهو، بس شكلها عامل ازاي؟ المع الحرف بقى بشويه ايه بشويه زبده كده اهو بسم الله، واخدها ادخلها فين؟ ادخلها في الفرن بس تحت مش هحطها فوق عشان الجبنه دي ايه ما تسيحش مني. واللي في الفرن شغال اهو
لسه شغال. هو نزل ايه يعني لما الفطير تكون انت، هو الفطير والكنافه والحاجات البلدي دي بتبقى محتاجه زبده كتير. انت بقى ايه اهو بس نزل شويه زبده اهو، بس هيرجع تاني ايه يتنفخ تاني بيه. اوكي شايفاهم اجيبهم ولا خلاص؟ اهو اهم لسه بقى هيتنفخوا دلوقتي وهيبقوا 100 100 ان شاء الله باذن الله. كده ادخل بقى اللي دول جوه اللي تحت دول، وانا شغاله فوق وتحت والمروحه كله تمام ماشي. ونعمل بقى هنا ايه الطريقه الثالثه بقى، يعني حضرتك وضحت لك الفكره بتاعي عشان ناس كتير قوي بتسالني على الفطير وبتبقى يعني اكله مطلب جماهير. الطريقه الثالثه بقى والاخيره، الطريقه الثالثه والاخيره بقى اللي هو برضو اللي انا كورتهم في الاول دول كور زي كده، يعني عجنت العجينه وقسمتها نصين، عملت نصها زي ما وريت لحضرتك. وادي الطريقه الثالثه دي ايه الكور اللي انا عاملاها برضو ايه دلوقتي دي، هوريها لحضرتك برضو تفرديها. دي طريقه ثالثه خالص للفطير اللي هي الفطيرة اللي قدام حضرتك دي. كده هجيب بس ايه هو راح فين، تعال هحط بس. هي دي بقى بتحتاج زيت، بص تحط لها زيت تحت وزيت فوق ماشي اهو، حطها على الزيت كده اهي. بصي بسم الله صبرك عليا يا ابني، هجيب جلوفز جلوفز يا ابني بس تعالي الجوينتات وتجري مني والله اهو كده عشان افرد بقى هنا ايه براحتي كده اهو. بسم الله كده ثواني، طيب ثواني اعمل ايه؟ لازم اطلع الحاجات بس. ماشي ماشي ما انتوا عشمتوني يا جماعه. بص كده اهو، بص الطريقه دي بس ثواني يا استاذ محمد، حتى لو اتفتحت من حضرتك مش فيش مشكله، هي اتفتحت اهي ما عنديش مشكله خالص. بصي بقى تجيبي الزبده، هي عايمه في الزيت اهي، بس انت تجيبي الزبده وتدهني كده. اوكي هوري حضرتك طريقه برضو، كل يعني كام طريقه شفناها هنا في البرنامج النهارده اهو، كذا طريقه. بصي وتلف كده يا بتزحلق اهي، بترجع تاني على انها مستريحه من بدري. انت بقى سيبيها مستريحه في الزيت كده يجي ساعه عادي مفيش مشكله. بصي لو اتقطعت برضو عادي، يا كل ده هيدينا طبقات اهو كده اهي، ونمطها كده بايدينا اهي. ونعمل بقى هنا مطناها اهو، بصي كده كده كحكه كده حوالين بعضها اهي كده. بسم الله كده اهي، ونركنها على جنب. اوكي وادي زميلتها بقى اللي هتتحط جواها، يعني دي هتتحط جوا دي، ونفرد برضو كده اهو. بصي بكل سهوله اهو كده، خدي الطرف قبل النص، يعني خدي طرف العجين قبل نصها تمام. بسم الله بصي سهله ازاي، ودي برضو هترمي لك طبقات كتير جدا. يعني انت شفتي الطريقه اللي انا عملت بيها الاولانيه دي، ونحط بقى هنا ايه نتهم برضو. ثواني يا جماعه ثواني، بنروح عليها شويه اهو كده عشان اطلع حاجاتي، بس احط حاجاتي وخلاص كده اهو كده اهي. حطينا دي اللي هي الكحكه المدوره الاولانيه اللي انا عملتها في قلب التانية، واتني عليها كده، هي كلها بقى فيها زبده، حط في النص كده زبده برضو واتني عليها كده تمام، وحط في النص زبده برضو اهي واتني عليها كده. عايزه تعملي 5 6 طبقات زي ما انا بعمل كده براحتك، كل ما تعملي طبقات كتير كل ما الفطيره هتبقى معاكي اكبر واعلى اهو كده. وتعملي بقى كمان واحده وتطبقي وتعملي نفس نفس اللي انا عملته كده ان شاء الله. حتى عايزه تحطي 5 جوه بعض، واحده جوه واحده جوه واحده بنفس الطريقه كده، وفي الاخر هتبططيها تلاقي فطيره كبيره معاكي زي دي كده او زي دي كده. الثانيه انا كنت عاملاها اهي، بصي وجايبه لك المطرحه كمان بتاعت الفطير، مظبطه الدنيا. بس المخرج مش عاطيني فرصتي. ماشي طيب اشوف حاجاتي، طيب اطلع بس ايه هي دي لسه انا عايزه اطلعها فوق شويه عشان ايه. بسم الله الرحمن الرحيم اطلعها بس فوق سنه كده ماشي ماشي ماشي. وان شاء الله باذن الله هشيل بس العجينات دول، يعني طريقه الثلاث طرق للفطير اسهل من بعض، وكل طريقه اسهل من دول بقى نكملهم بعد الهوا. بصي الطبقات، لو الطبقات بقى المخرج يجيبها لنا برضو اللي انا لسه قصاها قدام حضرتك مقطعاها على الهوا دلوقتي. بصي طبقات قد ايه، كل دي هتبقى طبقات جوه الفطيره من غير مجهود، من غير ما تتعبي نفسك، من غير ما تحسي ان انت تعبانه في الفطير عشان الفطير مرهق شويه. هشيل بس كل معجناتي دي عشان المخرج، والله ما انا عارفه كل مره عايز شيلي حاجاتك. يلا يا حاجه يلا يلا شيلي حاجاتك، اعملي طيب تاني دي. غير كده اعملي مش عارفه، اشيل كل المعجنات بتاعتي كده، دول هيعملوا لي بقى ايه فطير قد كده. كل المعجنات دي على جنب اهي.
هجيب بس مناديل امسح قدامي انضف قدامي كده. والعسل ده برضو ان شاء الله باذن الله في حلقه هوريكي تعمليه ازاي. وبشكر كل الناس اللي هي كلمتني النهارده. انت محو عليا ليه؟ متحو عليا بالكلام. ماشي، مش عايزه مش عارفه اخد فرصتي. هجيب بس ايه، بسم الله الرحمن الرحيم، هجيب دي. بص على الفطير بقى اللي طلعته فوق ده، واللي تحت بيغلي واللي فوق بيغلي، كله تمام والله، بس عايز فرصه بس. ايوه حاضر 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 يا ابني، حاضر حاضر يا ابني. اقص بس فطيره، ممكن اقص فطيره ولا اروح كده اهو. المخرج مش راضي يرد، هو متضامن معايا يا جماعه والله بصراحه. وبشكر جدا كل القائمين على القناه، المخرج الاستاذ محمد شحاته، والاستاذ محمد رمضان الجميل الرائع الراقي، الاستاذ هاني الديباني، الاستاذ عبد الحميد توفيق، كل اخواتنا اللي هم هنا في القناه ما شاء الله عليهم، والله ناس محترمه جدا كده. بصي الطبقات قد ايه، بصي حضرتك كل ده من ايه، من التوريقه. بصي دي طبقات كلها، بصي بصي طبقات قد ايه، بصي كل دي من اللفه اللي انا لفتها في الاول. بصي كام طبقه، بصي معلش ماشي معلش متضامن معايا والله، معلش انها هعيط انا. طب المي بس الحاجه اللي قدام، ماشي بس تعرض بقى. انا هطلع اللي في الفرن برضو اوريه لهم، وبعد كده لما يحمر ايه عادي اخلي دي هنا ولا اوديها هناك. ماشي تمام. طيب ماشي ماشي يا استاذ محمد، ماشي. طيب انا كنت سعيده جدا جدا، زي ما ببقى سعيده جدا جدا معاكم بتبقى اسعد اوقاتي اللي بقضيها معاكم، وبحبكم جدا زي ما انتوا بتحبوني، وكل الناس اللي بتشجعني وكل الناس اللي بتكلمني دي بترفع روحي المعنويه بتخليها في السماء. والنهارده قدمت لكم اكله مفضله بالنسبه لحضراتكم كلكم، ودي سهله جدا تقدمها لولادك. وزي ما لقيتكم بخير ان شاء الله باذن الله الاقيكم على خير الحلقه الجايه، والقناه هتنزل تنويع على الحلقات بتاعتي ان شاء الله. وباذن الله اللي عايز حاجه يكلمنا على صفحتي الشيف ايمان ابو العنين بالعربي. وتحياتي لحضراتكم جميعا جميعا، ايمان ابو العنين.